يا سيدتي إن جرائم الاعتقال والاحتجاز والتعذيب والضرب التي تمارسها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. ووفق تقرير منظمة هيومان رايتس ويتش، أو المشاهدات اليومية التي تتم في إسطنبول ومدن أخرى، حيث يشاهد الناس عمليات المداهمة للمنازل اللاجئين وإلقاء القبض عليهم وإهانتهم وضربهم والإساءة إليهم، كل هذه تخالف القيم والاعتبارات الإنسانية والاتفاقيات الدولية. وغالبا ما يستخدم السلاح في عملية بهالحالة إلزام هؤلاء اللاجئين على التوقيع على استمارات وعلى أوراق بهالحالة بالقوة وبالإكراه لكي يتم عملية ترحيل إلى شمال سوريا، علما أن هناك عبارة شرطان لعمليات الترحيل كان يمكن أن تتم عندما تكون هناك مكانا آمنا في سوريا أولا، ومن ثم أن يكون هناك حل سياسي. وهذا هي تصريحات أردوغان نفسه وليس شخصا آخر. الآن نعم يتم عملية نعم الترحيل أستاذ دون أن أحمد. يكون أي شيء آمن. نعم، تعليقا على حديثك، هل هناك ضمانات من قبل النظام التركي والحكومة السورية لهؤلاء اللاجئين المهجرين قسرا؟ يا سيدتي تلاحظين تماما كل الضمانات موجودة من خلال عبارة أمراء الحرب والمرتزقة وعمليات السطو، ومؤخرا عبارة دخول جبهة النصرة على الخط تماما في عملية ترويع الأهالي السكان المدنيين، ومن ثم عمليات الاعتقال والتعذيب وفرض سياسات الأمر الواقع. كل هذا يعتبر حالة أمن واستقرار ورخاء، وبالتالي كل هذا بحد ذاته ورغم كل هذه الجرائم وكل هذه الانتهاكات التي تجري في الشمال السوري، ومع ذلك عبارة السلطات التركية تقوم بعملية عبارة التهجير القسري. ولا بد أن نتطرق أيضا لعمليات الاعتقال للناشط، وأيضا بنفس الوقت رجل الأعمال عبد الله الحمصي الذي تم اعتقاله فقط لأنه عبارة اعترض واحتج على العمليات العنصرية والكراهية التي تتم في تركيا، والذي طالب فيها بعملية عبارة يعني الإضراب من تاريخ 12 حتى 17 أيلول، ومن ثم تم اعتقاله في 9/9/2022 وحتى الآن معتقلا، وأيضا يتعرض لشتى أصناف المعاملة السيئة والضرب، وأيضا أدى إلى عبارة إضرابه عن الطعام حتى الآن منذ أسبوع حتى الآن. ولا تهتم السلطات التركية لا بحياتي ولا بحياة اللاجئين، وتقوم بعملية الانتهاك مخالفة مبادئ حقوق الإنسان، مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مخالفة اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، أيضا البروتوكول الإضافي لعام 1971، وحيث أن المادة 32 من اتفاقية 1951 نصت على أنه لا يجوز طرد أي دولة متعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا للأسباب المتعلقة بالأمن الوطني أو النظام العام. هي تنفذ قراراتها ودون اللجوء إلى أي معايير دولية. طيب سيد أحمد، برأيك هل هذا الملف، ملف اللاجئين السوريين، تحول لملف سياسي يتم استخدامه من قبل بعض الدول وتركيا بالأخص لحل قضاياها الداخلية والصراع القائم بين القوى السياسية فيها برأيك؟ يبدو أن للأسف تماما أن الأحزاب في تركيا تضع موضوع اللاجئين، كرة اللاجئين التي تتقاذفها عبارة عن أحزاب عنصرية، بالإضافة أيضا دخلت السلطة التركية على القذف في عملية العداء للاجئين، ومن ثم هذا انعكس أيضا سيكولوجيا على حياة الناس، على معاملتهم لهؤلاء اللاجئين، وبالتالي حالات الكراهية والاعتداء التي تشكل حالة عدم استقرار للاجئ في حياته وأمنه، رغم أن اللاجئين وعددهم يقارب عبارة 3.6 مليون نسمة، هم يقومون بكل عمليات الدعم للاقتصاد التركي، وهناك عبارة تقارير دولية مدى تطور الاقتصاد التركي منذ دخول اللاجئين حتى الآن، إلا أنه للأسف التصريحات التركية بما فيها السيد أردوغان وكبار عبارة المسؤولين أشارت إلى بيانات وأنهم أنفقوا الأموال الكثيرة، منها 40 مليار دولار، ومنها 25 مليار دولار، ومنهم 30 مليار. حتى هذه التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأتراك أدت إلى وجود رأي عام تركي بأن عبارة اللاجئ يعتاش، وبالتالي يعتاش على عبارة الضرائب وعبارة الدخل القومي التركي، وهذا غير صحيح، لأن هناك عبارة تصريحات أخرى حتى بما فيها لوزير الاقتصاد التركي قال أن تركيا بالنسبة له عبارة لا تدفع عبارة بالنسبة للاجئين طالما هناك مساعدات تأتي من الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، إلا أنه تم عملية التصريحات بهذا الشكل لكي يقال أن تركيا من باب المباهاة أنها تنفق على اللاجئين السوريين. نعم، وضحت الفكرة. شكرا لك المحامي والكاتب السوري أحمد مشول، كنت معنا من السويد مالمو، شكرا لك على هذه المداخلة.